أرى أن قلب الهدف سيكون دولة فلسطين المحتلة في أكبر هجوم على العدو الإسرائيلي، وستسبق هذه العملية خلال السنوات القادمة الكثير من الأحداث والإشارات والدلائل التي سترسم علامات هذا الانفجار الكبير، كما سنرى المعارك تشتد والحروب تقترب من كل الخطوط الحمراء حتى تصل إلى الداخل الإسرائيلي، وربما سنكون أمام مشهد الحرب الكبيرة والشاملة. قبل لحظات أعلن أن قواته بدأت بقصف بري وبحري وجوي لقطاع غزة، بمعنى أننا أمام حرب. قبل ما نعقب للكلام ديال السيدة هذه، أول حاجة السلام عليكم وتحية طيبة للجميع إنما كنتم، مرحبا بكم من جديد. اللي قالت هاد السيدة هذه شي حاجة كتحبس الدماغ بزاف، على التوقعات وبزاف على هادشي كامل اللي كيوقع. كيفاش هاد السيدة هذه قدرت توقع شنو غادي يوقع ما بين فلسطين وإسرائيل في الوقت اللي المخابرات الإسرائيلية بعظمتها والموساد الإسرائيلي ما ساقش الخبر؟ بزاف على التوقعات وبزاف على هاد الكلام هذا اللي كتقول هاد السيدة هذه. هاد السيدة هذه توقعت شنو غادي يوقع ما بين فلسطين وإسرائيل بحذافيره بالنقط ديالو التفصيلية. تخيلوا معايا أنها توقعت حتى شخصية بارزة من الإسرائيليين غادي تكون تحت السلطة ديال المقاومة الفلسطينية. سمعوا مقطع. أحد الشخصيات الإسرائيلية البارزة بتكون تحت دائرة الخطر، كما أرى الحداد والحزن يعم الأجواء الإسرائيلية. كما سمعتوا، متوقعات شنو غادي يوقع ما بين فلسطين وإسرائيل، بأن غادي تكون واحد الحرب، بأن غادي تشتد، بأن غادي تشعل ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبأن غادي تكون يعني حرب طاحنة بيناتهم، وبأن شخصيات بارزة من إسرائيل غادي تكون تحت السيطرة ديال المقاومة الفلسطينية حماس. هاد السيناريو كامل اللي كنعيشوه دابا حاليا هو بحذافره واقع ما بين إسرائيل وفلسطين. يعني شنو نقدروا نقولوا؟ توقعات؟ مستحيل هادشي توقعات. هادشي فيه بزاف الاحتمالات، إما السيدة كتخدم مع الماسونية، إما مع الجن، إما مع الشياطين، شي حاجة واحدة أخرى راه ما كايناش حاجة سميتها توقعات وبالتفاصيل ديالها. توقع الأحداث ملي كتكون يعني شبه أحداث تقدر توقعها حيت تقدر تكون منجم، توقع تقريبيا، هذه ما كتوقعش تقريبيا، هذه كتوقع بحذافير، يعني كتقول لك الأحداث اللي غتوقع وبالديتاي ديالها، وهادشي راه بزاف وكثر من القياس أن وحدة بحال هذه قدرت تعرف التفاصيل في الوقت اللي المخابرات الإسرائيلية ما سقطش الخبر. واللي ما بغاش يتفهم لي انا، يعني هادشي هذا كامل دارته المقاومه ديال حماس في الوقت اللي كانوا الاسرائيليين ناعسين مربعين يديهم. هانتوما شفتوا شنو وقع، وهانتوما شفتوا يعني الهجوم ديال الفلسطينيين والمقاومين، الله يعاونهم على خدمتهم وعلى باش يسترجعوا الحريه ديالهم ان شاء الله. ولكن في المقابل شفتوا رد الفعل ديال اسرائيل ديال الصهاينه، رد الفعل كان قاسي جدا. وعاد دابا اسرائيل علنات على ان مدينه غزه غتولي مدينه محاصره كليا، لا ماء لا كهرباء ولا غذاء، يعني غادي تزمت غزه مره، باش السكان ديال غزه كاملين غادي يهربوا ويخرجوا ويمشيو، وغالبا غادي يهربوا لمصر حيت ما عندهم فين يمشيو. وهذا الشيء هذا حتى هو توقعات هاد السيده كما كتقول، وتوقعات بان غتكون واحد المدينه ديال الاشباح، يعني مدينه غتهجر كامله باش غتولي مدينه ديال الاشباح، وغالبا غتكون مدينه غزه، لان الا حاصرتي مدينه لا غذاء لا كهرباء ولا ماء اكيد السكان ديالها غادي يوليو لاجئين، غادي يهربوا شي منطقه قريبه لهم اللي هي مصر، منطقه سيناء، واللي هي اسرائيل كتخطط باش تستولي هذيك المنطقه هذيك ايضا، وتولي غزه تحت السيطره ديال اسرائيل كامله مكموله. حنا ماشي هذا هو السيناريو اللي كنتمناو، ماشي هذا هو السيناريو اللي باغي يوقع ما بين فلسطين واسرائيل، لا، السيناريو اللي باغي حنا هو النصر لإخواننا في فلسطين واسترجاع القدس واسترجاع المسجد الأقصى وكل شيء. هذا هو السيناريو اللي باغينا المسلمين باش يعني يحسوا ديك الحرية، لا من ناحية الشعب الفلسطيني، ولا لأن المسجد الأقصى ماشي ديال الفلسطينيين بوحدهم، ديال المسلمين اللي كاينة في العالم كامل. ولكن هذا الحلم هذا ولا صلاة الفتح اللي تصلات في مسجد القدس وهادشي كامل، يعني في المقابل ديالو كاين أحداث اللي هي غامضة صراحة. يعني إسرائيل عندها قنابل عنقودية، عندها طائرة مسيرة، عندها قوة المخابرات في العالم، عندها جميع أنواع الأسلحة اللي كتخيلها في الدماغ ديالك، وعندها يعني تقدم كبير تكنولوجي لا تتخيل. هادشي كامل عندها وخلات أن مثلا مقاومة حماس دير اللي بغات وما سقطش الخبر حيت كان السبت،
شي حاجه ماشي هي هذيك، شي حاجه ما كتكوادرارش في هذا الشيء اللي وقع ما بين الحرب فلسطين واسرائيل. يا ريت الاحداث اللي حنايا كنشوفوها تكون فعلا هي الاحداث اللي يعني كما كنبغيينها تكون، بحال حماس يعني كما جاء في الكلام، يعني هذا الشيء اللي داروه يعني هاجموا على اسرائيل بحرا وبرا وجوا جميع المناطق، ضربات يعني من مناطق مختلفه وهجوم وقطع السياج وسيطره على بعض المناطق، يعني ما نفع بوالو في اخر المطاف. انتم كتشوفوا كل شيء دابا، رد الفعل ديال اسرائيل كان قوي ومدمر، ودابا كيدمر غزه شبر بشبر. ولاحظنا ان هذا الشيء كامل وقع في المقابل ديال ان اسرائيل يعني استرجعت اكثر من 29 الموقع ديالها اللي كانت سيطرت عليه المقاومه حماس ونقولوا فلسطين. يعني هذاك السيناريو كامل اللي كنا نتمناوه، او النصر اللي كنتمناوه لفلسطين واللي بغينا يكون في ارض الواقع، ما عايشيناش دابا حاليا. ما عشنا واحد اللحظه، واحد اللحظه ديال الهجوم، واحد اللحظه ديال المباغته، صافي عشنا واحد اللحظه السلاح على بعض الدبابات وبعض الشاحنات ديال الاسلحه وصافي، وحبست القضيه تما. اخر المطاف يعني رد الفعل كان قاسي من طرف الاسرائيليين، ودابا مدمر اللي كيدمر مدينه غزه بتاتا، وزائد الحصار الكبير اللي غيدير للمدينه يعني بحرا وجوا وبرا، لا ماء لا غذاء ولا كهرباء. يعني في اخر المطاف شنو وقع؟ اخر المطاف شنو تقدر تفهم؟ انا كنقدر نفهم وبلا عاطفه صراحه، ما نضرب العاطفه، فعلا حنا قلوبنا مع فلسطين وكنتمنوها تنتصر، هذا هو الواقع. ولكن بالعاطفه كنهضروا بحال هكا، ولكن بلا عاطفه كاينه شي حاجه ملعوبه تما في هادشي كامل. بلا عاطفه كاينه ربما اسرائيل نفسها هي اللي فكرت وخلات ان هاد الاحداث هذه توقع، باش يكون عندها يعني سكوزه ديال الهجوم ديالها وديال التدمير ديالها الكلي لمدينه غزه. يعني ضحات بواحد النسبه من المواطنين ديالها، واحد النسبه من الدبابات، واحد النسبه من الامور اللي هي بسيطه بالنسبه ليها كدوله هي قويه، باش انها يكون عندها الهجوم ديالها والاعتداء ديالها والدمار ديالها يكون مبرر من العالم. انا كندير رده الفعل وليس الفعل، يعني رده الفعل. ثم سبقتوني ضربتوني ثم الواله، المقاومه ديالكم طلقات عليا الصواريخ، دمرات لي يعني بزاف ديال المواقع ديالي، اذا انا من حقي واعلن على حاله حرب باش انها تكون يعني طاحنه بين الدولتين. هذا الشيء اللي كنظن انا وقع في الاحداث الحقيقيه بلا عاطفه وبلا والو. يعني كاين شي حوايج اللي هي كبر من داك التخيل اللي نتوما كتصوروا. كنعرفوا واحد الحاجه اللي كنتفاهموا عليها كاملين بينا، اش كتعرفوا على اليهود وخاصه الصهاينه؟ معروف عليهم الذكاء الخارق، ذكيين بزاف، الذكاء ديالهم لا يوصف في العالم كامل. يعني هما الاذكى قوم اللي كاينه على وجه الكره الارضيه، هما الاسرائيليين الصهيونيين واليهود بصفه عامه. يعني مادام انهم عندهم واحد الذكاء خارق، باش غيكون ديك الذكاء ديالهم فشل في موقعه بحال هذه؟ لا اتخيل صراحه، لا اتخيل. انا كنتمنى هادشي اللي وقع خاصنا نهضروا عليه ونحللوه. نتمنى انكم تشاركوني في التعاليق، اش بان لكم في هذا البلان هذا؟ اش بان لكم في هذه الحرب اللي كاينه ما بين فلسطين واسرائيل؟ واش فعلا كان تخطيط عادي وصافي، او لكن شي امور اخرى مطويه في الخفاء تحت يعني المباركه ديال اسرائيل اللي خلات هادشي يوقع باش يكون عندنا رد الفعل بهذه الطريقه هذه وتدمر دوله فلسطين مع الاسف. انتظركم في التعليقات الاخوان، شفتوا الفيديو يستحق لايك، دير لايك غير باش يطلع ويشوفوا ناس اخرين ويستافدوا وربما ويشاركونا في التعليق. بغينا نعرفوا الناس كيفاش كتفكر وكيفاش شافت هادشي اللي وقع ما بين فلسطين واسرائيل. النصر لفلسطين ان شاء الله حره ابيه، اللهم انصر اخواننا في فلسطين. شكرا لكم جميعا، في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.